مستنيه بالك كتير بقى؟ لا ما بقاليش كتير، كنت مراهن نفسي انك مش هتعرف ترجع البيت وكسبت الرهان. وايه بقى اللي خلاك متأكد ان انا مش هروح؟ عشان مش هتعرف توري وشك لمراتك بعد اللي قلته في التلفزيون. انت مصدق اللي قلته ده؟ اه مصدق جدا، وبحب مراتي جدا على فكرة. ما هو مش لازم ان انا احبس مراتي في البيت وابعدها عن الناس عشان اتأكد انها بتحبني يعني. انا لو عملت كده نهران يعني، عشان انا متأكد انها اطهر من انها تعيش وسطكم. وانت دليل على كلامي، راجل كذاب بيقول كلام في افلامه وفي البرامج اللي بيطلع فيها بس عشان يبان قدام الناس انه مفيش زيه. وانت عارف ومتأكد ان سارة ما تستحقش انك تسامحها خالص. انت تعرف ايه عن الستات يا استاذ ادم؟ اعرف كتير يا اسامه. لو بفرض ان انت بتفرجش على افلامي فممكن تخش على جوجل تسرش كده باسم ادم منصور، هتقرا اللي انا اعرفه عن الستات. ما تعرفش حاجه يا استاذ ادم، ما تعرفش حاجه. مراتك بتعمل كده عشان تشيلك الغلط، وهي الغلط نفسه. هتروح البيت هتلاقيها على سنجة 10، يمكن تكون أجمل صورة شفتها لها قبل كده. هتغويك، هتنسيك اللي انت فاكره، هتعيشك في لذة من جمالها، هتنسى كل مشاكلك معاها يا أستاذ آدم. مش عشان بتحبك، لأنها عارفة ومتأكدة إنها غلطانة جدا. أنا بقى بحمي مراتي من كل ده، انت بقى تكذب على روحك، هي تشيلك الغلط، انا ماليش دعوه. انتوا احرار، اللي يهمني مراتي اللي انت وعدتني انك هتكلمها. هتروح لها امتى يا استاذ ادم؟ بكره. اكيد. شوف يا اسامه، انا بصراحه من مصلحتي ان انا اروح بكره، لان انا فعلا مش عايز اشوفك تاني. فالافضل ان انا اخلص الموضوع ده خالص. صباح على خير.